مرحبا بكم في هذه الحلقة وتتابعون فيها: سعر ميسي يتفوق على 15 ناديا في الدوري الإسباني، سانشيز يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في البريمير ليج، ورونالدو سيدشن فندقا جديدا في مراكش. يحتل برشلونة المركز الأول في القيمة المالية لأندية الدوري الإسباني بقيمة إجمالية وصلت ل 989 مليون ونصف المليون يورو، لتقترب بشكل كبير من عتبة مليار يورو. تفوق البارسا على الغريم التقليدي ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني بقيمة إجمالية وصلت ل 858 مليون ونصف المليون يورو، فيما عاد المركز الثالث لأتلتيكو مدريد ب 648 مليون يورو، وخلفه فالنسيا رابعا ب 311 مليون و300 ألف يورو. تشير مؤشرات موقع ترانسفير ماركت إلى صعود إجمالي في أسعار أغلب ركائز برشلونة في الفترة الخاصة بالنصف الأول من الموسم الكروي الحالي، وذلك نتيجة المستويات الراقية التي قدموها وقيادتهم الفريق للتواجد في صدارة ترتيب الليغا والتأهل لنصف نهائي الكأس وثمن نهائي دوري الأبطال. ارتفعت قيمة كل من تير شتيغن وأوميتيتي وفيرمايلن وألبا وسيرجي روبرتو وسيميدو وبوسكيتس وباولينيو وكوتينيو وديمبلي وميسي. بالمقابل عرفت ذات الفترة انخفاض أسعار كل من دينيس سواريز وغوميز وماتشيرانو بسبب المستويات المتواضعة التي قدموها. لا يمكن الحديث عن القيمة الإجمالية للاعبي برشلونة دون التوقف عند نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يبلغ سعره في السوق 180 مليون يورو، وهو ما يفوق القيمة الإجمالية لخمسة عشر ناديا في الليغا، حيث يتفوق عليه فقط برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيليا وفالنسيا. يبلغ الشرط الجزائي الجديد للبرغوث 700 مليون يورو في حال بيعه من إدارة البارسا، وهو ما يفوق القيمة الإجمالية لجميع الأندية الناشطة في الدرجة الأولى باستثناء القطبين ريال مدريد وبرشلونة، ما يكشف جليا أن الأرجنتيني أضحى أكثر من مجرد لاعب في النادي الكتالوني. بعد أسابيع من حالة الشك واليقين، أنجز مانشستر يونايتد صفقة انضمام تشيلي أليكس سانشيز قادما من أرسنال في صفقة تبادلية انتقل بموجبها الأرميني هنريك مخيتريان إلى الفريق اللندني أيضا. سانشيز الذي سيرتدي رقم الأساطير في فريق الشياطين الحمر القميص رقم 7، والذي سبق أن ارتداه كل من جورج بيست، كريستيانو رونالدو وآخرون، سيتقاضى نحو 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، الأمر الذي يجعله اللاعب الأعلى أجراً في البريمير ليج، متفوقاً على زميله في الفريق الفرنسي بول بوغبا صاحب الرقم القياسي السابق، والذي يتقاضى نحو 290 ألف جنيه استرليني أسبوعياً. أجر سانشيز جعله من بين الأعلى أجراً في العالم، حيث لا يتفوق عليه سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى البرازيلي نيمار ومواطنيه أوسكار وهالك اللذين يحترفان في الدوري الصيني. اللافت أن قائمة اللاعبين العشر الأوائل أعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمت خمسة لاعبين من مانشستر يونايتد وثلاثة من جاره السيتي، مقابل لاعب واحد من تشيلسي وآخر من ليفربول، علماً أن ثلاثة من هؤلاء اللاعبين العشرة يحملون الجنسية البلجيكية. في المركز العاشر فيرخيل فان دييك في ليفربول ب 180 ألفاً. في المركز التاسع إيدن هازارد في تشيلسي ب 200 ألف. في المركز الثامن ديفيد دخية في مانشستر يونايتد ب 200 ألف. في المركز السابع زلاتان إبراهيموفيتش بمانشستر يونايتد ب 220 ألفا. في المركز السادس يايا توري في مانشستر سيتي ب 220 ألفا. في المركز الخامس سيرجيو أغويرو في السيتي ب 220 ألفا. في المركز الرابع روميلو لوكاكو في اليونايتد ب 250 ألفا.
في المركز الثالث كيفن دي بروين في السيتي ب 280 ألفا. في المركز الثاني بول بوغبا في اليونايتد ب 290 ألفا. وفي المركز الأول أليكس سانشيز في اليونايتد ب 350 ألفا. ارتفعت إيرادات الأندية 700 المنافسة في دوريات الدرجة الأولى في أوروبا في عام 2016 إلى 18 مليار ونصف المليار يورو مقارنة ب 16 مليار و 900 مليون يورو في 2015 و 2 مليار و 800 مليون يورو قبل 22 عاما، ما يعني تضاعفها 6 مرات ونصف. أقر التقرير السنوي التاسع للأندية الأوروبية الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا للسنة المالية 2016 بأن ما يقارب من نصف هذه الإيرادات وتحديداً 9 مليارات و100 مليون يورو حققها 30 نادياً فقط، وأن الفجوة تتسع بين أندية الصفوة والبقية. وشكلت عوائد النقل التلفزيوني المحلي المصدر الأكبر من إجمالي مداخيل الأندية الأوروبية، حيث بلغت 34% من الإيرادات، فيما جاءت إيرادات عقود الرعاية كثاني أكبر المصادر بواقع 24% من الإجمالي. وشكلت إيرادات التذاكر ثالث أكبر مصدر دخل للأندية، تلاها الإيرادات من الاتحاد الأوروبي ثم الإيرادات التجارية، وأخيراً شكلت الإيرادات الأخرى 8% من الإجمالي، إذ بلغت ملياراً و400 مليون يورو. بدأت اتحادات كرة القدم الوطنية للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 في روسيا تضع المكافآت المرصودة لتشجيع اللاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن. الاتحاد البلجيكي وضع مكافأة ستقل بشكل بسيط عن تلك المرصودة في مونديال البرازيل 2014، حيث سيحصل اللاعبون على مكافأة مالية قدرها 690 ألف يورو في حال تحقيق لقب كأس العالم. وستقل المكافأة بحسب المرحلة التي يصل إليها الشياطين الحمر، ففي حال الخروج من مرحلة المجموعات ستكون المكافأة 144 ألف يورو لكل لاعب، أما في حال التأهل لدور 16 فستبلغ 229 ألف يورو لكل لاعب. أما الوصول لنصف النهائي فسيضمن لكل لاعب الحصول على 314 ألف يورو لو حققوا المركز الرابع، و435 ألف يورو لكل لاعب لو وصلوا للمركز الثالث. وفي حال الوصول للنهائي فستكون المكافأة 508 ألف يورو لكل لاعب في حال تحقيق وصافة العالم، و690 ألف يورو في حال نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق أول لقب لكأس العالم في تاريخه. هذا وأوقعت قرعة كأس العالم 2018 المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة برفقة منتخبات إنجلترا، بنما وتونس. يتابع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني استثماراته الفندقية بافتتاح فروع جديدة لعلامة CR7 التجارية في مراكش ونيويورك ومدريد. وكان أفضل لاعب كرة قدم في العالم 5 مرات قد افتتح فروعاً لفندقه بشراكة مع مجموعة بيستانا الفندقية في العاصمة البرتغالية لشبونة وفونشال عاصمة ماديرا مسقط رأسه. وسيكون الفندق الأول الذي سيفتتح بعد 18 شهراً في مراكش، حيث كان رونالدو يزور بانتظام قبل نحو سنتين صديقه الملاكم بدر هاري. وتمنح الشبكة لضيوفها فرصة احتساء كوكتيل الكرة الذهبية والتقاط الصور بجانب صورة ثلاثية الأبعاد لقائد منتخب البرتغال. وتتضمن علامة CR7 التجارية أيضا مجموعات من الملابس والأحذية والعطور. أصبح الألماني ميشا زفيريف أول لاعب تنس يتعرض لغرامة كبيرة لافتقار أدائه إلى القتالية، وذلك بعد انسحابه من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.
وانسحب زفيريف المصنف 32 والشقيق الأكبر لألكسندر المصنف 4 عالميا بعد خسارته الساحقة للمجموعة الأولى من مواجهته مع مفاجأة الدورة الكوري الجنوبي تشونغ هيون. وكان متوقعا أن ينال زفيريف 47 ألف دولار أمريكي لمشاركته في الدور الأول، لكن حكم عليه بدفع غرامة بقيمة 45 ألف دولار. وبحسب القاعدة الجديدة المطبقة في البطولات الكبرى، فإن كل لاعب مسجل في الدور الأول في فئة الفردي ينسحب أو يلعب دون المعايير الأخلاقية قد يكون عرضة لغرامة تصل إلى قيمة مشاركته في الدور الأول. ويمكن للاعبين الحصول على 50% من قيمة جوائزهم بحال أعلنوا انسحابهم مسبقا، ما يسمح لأحد الخاسرين المحظوظين بدخول الدور الأول والحصول على النصف الآخر من الجوائز. سوقنا الرياضي ما زال مفتوحا، وفيه أيضا مانشستر يونايتد أغنى أندية العالم، وتسعة لاعبين سعوديين في الليغا يدعمون أنديتهم بحوافز نقدية وتجارية. تفوق مانشستر يونايتد الإنجليزي بفارق بسيط على ريال مدريد الإسباني ليبقى النادي صاحب الإيرادات الأكبر في العالم بحسب تقرير موني ليج دوري كرة القدم المالي لمكتب ديلويت، وذلك في ظل النمو الكبير لأندية البريمير ليج. هذه هي المرة العاشرة التي يتصدر فيها يونايتد الترتيب بإيرادات بلغت 676 مليون يورو لموسم 2016-2017، وبفارق 1,700,000 يورو عن العملاق الإسباني. واحتل برشلونة الإسباني المرتبة الثالثة في النسخة 21 من تقرير شركة الاستشارات البريطانية التجارية، يليه بايرن ميونخ الألماني ثم مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيان. وعرفت إيرادات الأندية العشرين الأولى لموسم 2016-2017 نمواً بلغ 6% بقيمة 7,900,000,000 يورو، وهو رقم قياسي جديد. وكان تتويج اليونايتد بلقب الدوري الأوروبي يوروبا ليج عاملاً هاماً في نتائجه المالية، فيما تعززت أرقام الريال بعد تتويجه بلقبي دوري الأبطال والدوري الإسباني. وتعد عائدات البث التلفزيوني الأكثر دعماً لخزائن الأندية، إذ بلغت 45% من مجمل الإيرادات، وهناك تكهنات متزايدة بأن مواقع أمثال أمازون وفيسبوك قد يصبحون لاعبين جديين في عملية ضخ الأموال للأندية. وللحلول بين العشرين الأوائل تعين على الأندية الحصول على إيرادات تناهز 200 مليون يورو، وهو ضعف القيمة المطلوبة لتصنيف 2010 بحسب ما أضاف ديلويت. وفي دراسة منفصلة لمؤسسة سوكريكس نشرت في وقت سابق هذا الشهر، ظهر مانشستر سيتي الإنجليزي كصاحب القوة المالية الأكبر في عالم كرة القدم، يليه مواطنه أرسنال، في حين حل يونايتد سابعاً. مدد مانشستر يونايتد ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقد مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو حتى 2020 مع خيار عام إضافي. وضعنا معايير عالية جداً، أحرزنا 3 كؤوس في موسم واحد، ولكن هذه هي المعايير التي أتوقع أن يسعى فريقي إلى تحقيقها. إننا نهيئ الظروف لمستقبل باهر وناجح لمانشستر يونايتد. بدأ مورينيو صاحب 54 عاماً مهمته مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وقاده فيه إلى لقبي بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي وكأس الرابطة الإنجليزية. وأهل لقب يوروبا ليج يونايتد للمشاركة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ الدور الثاني لمواجهة إشبيليا الإسباني. وحسب مصادر مقربة من بيت مانشستر يونايتد، فإن مورينيو سينال راتبا سنويا يقدر ب 13,800,000 يورو. يدفع جمهور أرسنال على حضور مباريات الفريق أكثر من أي جمهور آخر في عالم كرة القدم،
فكيف لإدارة النادي أن تبرر محاولاتها لتقليل راتب جاك ويلشير الذي يعد بنظر الكثير واحدا من نجوم المستقبل؟ نشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا إحصائيات تبين أن أرسنال يجني أرباحا من جمهوره أكثر من أي ناد أوروبي آخر، الأمر الذي يؤكد صحة نظرية مجموعة من أنصار الفريق تعتبر أن أرسنال ما هو إلا علامة تجارية حاليا لا تأبه بالنتائج والألقاب طالما تستطيع تحقيق الأرباح بكافة الوسائل. في المعدل العام يدفع مشجع أرسنال 74 جنيها استرلينيا مقابل حضور مباراة واحدة، وفي المركز الثاني يأتي تشيلسي الذي يحصل على 68 جنيها استرلينيا مقابل تذكرة واحدة، وهو ما يجعل هؤلاء المشجعين يتساءلون لماذا ندفع هذه المبالغ في وقت ينفق النادي القليل لتحقيق آمالنا. على أرضية استاد الإمارات يحاول أرسنال الحفاظ على متانة أسسه الاقتصادية من خلال مضاعفة العقود الإعلانية على أطراف الملعب، كما تبحث الإدارة عن راع جديد لقميص الفريق مع انتهاء العقد الحالي مع بوما بنهاية الموسم المقبل، وتهتم شركتا أديداس ونايكي برعاية أرسنال، إلا أن شكوكا تدور حول نيتهما الاستثمار بمبلغ ضخم بسبب تردي نتائج أرسنال في الآونة الأخيرة. كل هذا يدفع أنصار أرسنال للبحث في أسباب استغلاله بتذكرة باهظة الثمن، خصوصا وأنه دفعها لرؤية فريق مليء بالنجوم أمثال سانشيز الذي رحل إلى يونايتد وأوزيل القريب من المغادرة، بدلا من البحث في جوجل للتعرف على اللاعبين الجدد أمثال المدافع اليوناني كونستانسيوس مافروبانوس. قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم معاقبة بايرن ميونخ متصدر ترتيب البوندسليغا وحامل اللقب في السنوات الخمس الأخيرة، وغرم الاتحاد بايرن ميونخ ب 52 ألف يورو لقيام جماهير الفريق بإشعال الألعاب النارية في أربع مباريات خارج أرضه خلال الفترة من تشرين الثاني أكتوبر حتى كانون الأول ديسمبر الماضيين. وأشار الاتحاد الألماني إلى أن المباريات التي تم إشعال فيها الشماريخ هي مباريات هيرتا برلين وبروسيا دورتموند وبروسيا مونشنغلادباخ وشتوتغارت. وذكر الاتحاد الألماني أن بايرن الذي ذكرت إحدى المجموعات الإنجليزية لخدمات الأعمال أن إيراداته في الموسم كانت 587 مليون و800 ألف يورو تقبل الغرامة. لن يبحث المنتخب الدنماركي في مشاركته الخامسة بكأس العالم عن تحقيق طموحات تفوق قدراته، فالتأهل لربع النهائي سيكون أمرا جيدا للفريق، خاصة أن المشاركة الأخيرة له في مونديال جنوب إفريقيا ودع من خلالها البطولة من دور المجموعات. كان المنتخب الدنماركي قد حجز مقعده في كأس العالم من بوابة الملحق الأوروبي بعد تعادله مع جمهورية إيرلندا بدون أهداف في مباراة الذهاب وفوزه بخمسة أهداف لواحد في مباراة الإياب في دبلن. ووقع منتخب الدنمارك في مونديال روسيا ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات فرنسا وأستراليا وبيرو، ويملك المنتخب حظوظا كبيرة في التأهل للدور الثاني. يملك المنتخب الدنماركي أيضا مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسهم كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام الإنجليزي والذي يعتبر أغلى لاعب في المنتخب وتبلغ قيمته المالية 70 مليون يورو. وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لمنتخب الدنمارك 220 مليون و150 ألف يورو، أما القيمة المالية للتشكيلة الأساسية المتوقع خوضها مباريات المونديال فتبلغ 163 مليون يورو. أبرز عناصرها حارس المرمى كاسبر شمايكل وقيمته 10 ملايين يورو، والمهاجمان بيوني سيستو ب 15 مليون يورو ونيكولاي يورغنسن ب 13 مليون يورو. أعلنت الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا عن الخطوات الرئيسية فيما يخص شراكتهما من أجل تطوير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.
تمت في الرياض مراسم توقيع إعارة 9 لاعبين سعوديين مع رابطة لاليغا الإسبانية بحضور 25 عضوا من أعضائها ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة لرؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم. وكانت اتفاقية الشراكة المتعددة تتضمن عدة عناصر، منها إنشاء أكاديمية ومبادرة للكشف عن المواهب في السعودية، وقد أثمرت هذه الاتفاقية عن طلب 7 أندية من الدرجتين الأولى والثانية لخدمات 9 لاعبين من السعودية بنظام الإعارة، حيث تتيح اتفاقيات الإعارة لفترة أولية مدتها 6 أشهر لهؤلاء اللاعبين مواصلة تطوير تدريباتهم على المهارات واللعب في ملاعب إسبانيا. دمج لاعبين من السعودية في كل من أندية الدرجة الأولى والثانية يزيد الفرص الاستثمارية التجارية، حيث لم تكشف بشكل رسمي التفاصيل المادية للعقود، إلا أنه تم التأكيد على أن أندية الليغا لن تتحمل تكلفة الإعارة أو رواتب اللاعبين المعارين. الأندية ستحصل على حوافز تبلغ قيمتها على الأقل 1 مليون يورو لكل، فيما قالت مصادر صحفية إسبانية إن الجهات الرياضية السعودية ستكون ملتزمة بالبحث عن رعاة لهذه الأندية التي ستكون لها فرصة كبيرة في تسويق علامتها في السوق السعودي. أما إذاعة كادينا سير فكشفت أن أندية الليغا التي وقعت مع اللاعبين السعوديين ستحصل على مبالغ تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو، وقد تكون هذه المبالغ مقسمة على شكل حوافز نقدية وعقود تجارية. شوهد النجم الفرنسي فرانك ريبيري وهو يقود أحدث مقتنياته من السيارات الرياضية. يتعلق الأمر بلامبورغيني أفنتادور إس رودستر التي يصل سعرها إلى 400 ألف يورو. تداولت وسائل الإعلام العالمية صورا لنجم بايرن ميونخ إلى جانب زوجته الجزائرية وهيبة وهو يقود الوحش الرياضي الإيطالي، في إشارة إلى قوة السيارة المقدرة ب 750 حصان. وتوصف لامبورغيني أفنتادور إس رودستر بالفريدة من نوعها، حيث أنتجت مؤسسة لامبورغيني الإيطالية 500 سيارة فقط تم بيعها تحت الطلب إلى بعض المشاهير والأثرياء عبر العالم. نهاية هذه الحلقة من السوق الرياضي، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء مجدداً.